ناخذوا موضوع ولا دوسي يهم المواطنين التوانسة وشنو اللي يهم الوالدين ولي بارون والتوانسة أكثر من صغارهم. دونك أثار البارح تصريح كاتب عام جامعة التعليم الثانوي سي الأسعد اليعقوبي جدل الكبير. التصريح هذا عبر فيه على رفضه على إمكانية أنه تكون العودة المدرسية في 1 سبتمبر، واللي العودة المدرسية لازمها تكون في ظروف طيبة خاصة بعد تأثيرات الكورونا على السنة الدراسية الحالية. دونك ناخذوا أكثر تفاصيل في علاقة بالموضوع هذا وفي علاقة بال الرفض ذي لإمكانية العودة المدرسية من عند السيد كاتب عام جامعة التعليم الثانوي سي الأسعد اليعقوبي. صباح خير سي الأسعد، شحوالك؟ أنا صباح النور وليك ولكل مستمعيك. عايشك سي الأسعد، نشكرك برشا على قبول التدخل معنا في الوقت ذي في الماتينال ويكاند. دونك سي الأسعد، كما قلنا أهم حاجة عند الوالدين هي صغيرة، دونك هذاك علاش اخترنا نحكيو في السوجي هذايا. اللي التصريح هو أنك رافض إمكانية أنه تكون العودة المدرسية نهار 1 سبتمبر، كان نفهموا شنية خلفية التصريح هذايا وشنية السبب أنك قلت هكا؟ هو الناس كلها تعرف اللي احنا السنه الدراسيه هذه ما هي سنه دراسيه عاديه، سنه دراسيه استثنائيه بكل المقاييس. يعني اضطرينا الى يعني ايقاف الدروس الثلاثيه كامله. بالتالي العوده المدرسيه القادمه عليها اضافه للاستحقاقات العاديه لاي عوده مدرسيه عاديه، هناك استحقاقات تفرض نفسها وهي كيفيه يعني معالجه هذه الاثار اللي خلفتها يعني الازمه الكورونا وايقاف الدروس. بالتالي الحديث عن العوده المدرسيه وتاريخ العوده المدرسيه لا يجب ان يكون حديث متسرع، يعني المأتاه فقط يعني كيف او الدافع الاساسي فيه هو الحديث حول انهاء برنامج السنه الدراسيه الفارقه. اعتقد المساله يعني اكثر تحتاج الى اكثر دقه من هذا. اولا السنه الدراسيه الحاليه لم تنتهي بعد، تنتهي يعني في الاسبوع الاول من شهر اوت، تعرف المدرسين بكالوريا ثم اصلاح البكالوريا والمناظره يعني التدارك دوره التدارك والاصلاح، بمعنى انه لن تنتهي السنه الدراسيه الا تقريبا في حدود 7 أو 8 أوت. وبالتالي هذا يخلي الوقت الكامل للوقت الاعداد للسنه الدراسيه القادمه وقت ضيق جدا. يعني بالتالي احنا راهو لازم يعرفوا ان السنه الدراسيه ما هيش فقط يعني تاريخ عوده، انما هي يعني اهرامات اقسام، انما هي حركه نقل المدرسين، انما هي يعني تنظيم هذه العوده، انما هي نقاش مع وزاره التربيه حول الشهورات يعني المتوقعه والحاجيات المتوقعه واللي باش تكون هذه السنه يعني بشكل لافت وبشكل يعني مؤثر على السنه الدراسيه، لانه هذه السنه سيتم اعتماد يعني نظام التقاعد الجديد بالنسبه للمدرسين. بالتالي هناك اعداد كبير سيغادر يعني فوق 3200 تقريبا مدرس معنيين بالتقاعد. فاعتقد كل هذه النقائص تحتاج الى حديث، تحتاج الى وقت، وتحتاج الى ترتيب ايضا كيف سنعوض يعني ما فات في السنه الدراسيه الفارطه. هذا ايضا يحتاج الى وقت، يحتاج الى تركيز، يحتاج الى اختيار سيناريوهات الافضل. علاش احنا نعتقد انه العوده في 1 سبتمبر هي عوده متسرعه جدا، 3 أسابيع لا يمكن باي حال من الاحوال ان نستطيع ان يعني نجهز انفسنا لهذه العوده. وبالتالي الغايه ليست العوده في حد ذاتها، وانما عوده جيده ومنظمه. سالت يعني تعويض السنه الدراسيه صحيح يحتاج الى وقت اضافي في السنه الدراسيه القادمه، بالضبط هذا هو السؤال سنناقشه. يعني هناك يعني امكانيه مناقشه اعاده مراجعه العطل اثناء السنه الدراسيه، هناك يعني امكانيه يعني تمديد السنه الدراسيه في نهايتها الى نهايه شهر ماي. هناك ممكن امكانيه الحديث حول اصلا يعني نظام التقييم، ونظام التقييم للاسف الشديد ما زلنا يعني نستهلك كثير من الوقت يعني في التقييم في الدورات وفي الامتحانات. كل هذا قابل للنقاش بكل هدوء بما يمكننا ان نعد بشكل جيد للسنه الدراسيه، وان نستطيع ان نجد الوقت الكافي لتعويض ما فات ابنائنا من التحصيل العلمي في السنوات. باهي سي الأسعد، انا نحب نسالك انتوما كجامعه للتعليم الثانوي ابروكسيماتيفمون حسب التقريب شنية الدات ولا شنية الشهر اللي تراو انه تنجموا نرجعوا فيه نبداو السنه الدراسيه، ولا هذا كله مربوط زاد فيه تدخل فيه وزاره الصحه في علاقه بالفيروس وكل شيء ولا؟ هو ان شاء الله يعني اذا كان زاد دخل العامل الكورونا، وكما تحدثت وزاره الصحه عن امكانيه يعني عوده موجه جديده، فاعتقد ان الامر سيكون اكثر تعقيد. يعني سيكون يعني
يعني الحقيقة حسب ما أرى في إمكانيات وزارة التربية سيكون هناك يعني مشكلة كبيرة. وزارة التربية غير قادرة على يعني بالإمكانيات الموجودة حاليا، يعني احنا غير قادرين على تطبيق بروتوكول صحي، يعني في تخفيف الأقسام إلى غير ذلك بما يستوجب من عدد بتاع مدرسين يعني كبير. وبالتالي أنا أعتقد أنه إذا هناك موجة كورونا جديدة لا قدر الله فالأمور ستكون معقدة وصعبة. نحن نتحدث عن سنة دراسية إلى حد الآن، نحن نتحدث عن الإعداد إلى سنة دراسية ودون الأخذ في عين الاعتبار أن هناك يعني إمكانية في عودة الوباء. من هنا إلى انتهاء البكالوريا سوف تكون هناك جلسات ماراثونية أكيد بين وزارة التربية وكل زملائنا في النقابات الأخرى وسندرس كل هذه السيناريوهات، سيناريو السنة الدراسية العادية وسيناريو السنة الدراسية، ونحن يعني نتعايش مع يعني موجة جديدة من الوباء. واضح بي سي الأسعد، أنت بعد التصريح هذايا متاع أنك رافض إمكانية العودة والرفض هذايا متاع جامعة التعليم الثانوي، فماش ردود فعل أول أيام الوزارة ولا من عباد متداخلة في الموضوع هذايا؟ لا للأمانة يعني الجميع يعني متفق على أنه العودة المدرسية يجب فيها الحديث بشكل هادئ، وتاريخ العودة ليس هو الغاية في حد ذاته. يعني هذا كلام عندنا احنا عند وزارة التربية وأيضا عند زملائنا في النقابات الأخرى. بالتالي احنا عبرنا أو هذا موقف نقابة التعليم الثانوي عبرت عليه بأنها لا ترى يعني ضرورة العودة إلى 1 سبتمبر، بل ترى يعني تاريخ متسرع وترى تاريخ ممكن ما يخليناش نعمل عودة مدرسية بالشكل المطلوب. والنقاش سيتواصل، اعتقد انه لن يكون هناك خلاف حول تاريخ العوده المدرسيه لا داخل لا بيننا كنقابات ولا ايضا مع وزاره التربيه. واضح بي في الاخير وسمحنا كنت وانا عليك سي الاسعد، مادام انت معنا دوك نزغلوا الفرصه في علاقه بتحذيرات البكالوريا، كان تعطينا انت بصفتك ملم بالموضوع، الامور ماشيه في طريقه طبيعيه، نتهنئ على صغيراتنا في الباك ولا لا؟ البكالوريا ستخضع للبروتوكول الصحي كما خضعت العودة للدراسة. غدا هناك اجتماع بين النقابات ووزارة التربية لوضع يعني النقاط على الحروف في ما يخص الاستعدادات وفيما يخص الإجراءات الوقائية، لأنه إلى حد الآن احنا عملنا إجراءات وقائية وعملنا اتفاقيات حول بروتوكول صحي. لا نريد يعني أن نتراخى في تطبيق هذا البروتوكول، خاصة هذه الأيام بدينا يعني للأسف الشديد بدينا هناك بعض الأخبار حول بعض الإصابات هنا وهناك. لا نريد أي حدث أو حادث يعكر يعني يعقد يعني بكالوريا، لأنه هي قاعدة تصير توا في ظروف صعبة يعني سخانة وإلى غير ذلك من الظروف الصعبة. نتمنى أنه ما تزادش يعني تأثيرات أخرى. بالنسبة للبكالوريا كما يعرف الجميع ستكون يعني بامتحانات يعني لم تنقح، يعني ستكون يعني امتحانات هي نفسها التي تم إعدادها منذ بداية السنة الدراسية القادمة. نتمنى إلى أبنائنا، احنا في اعتقادنا وفي تقييمنا أن فترة الدراسة اللي عدوها تلمذتنا يعني مكنت أغلبية التلاميذ اللي باشروا هذه الدروس يعني من التحصيل العلمي المطلوب. وبالتالي أعتقد أنه من الناحية العلمية ومن الناحية البيداغوجية يعني استوفت نوعا ما، يعني هذه البكالوريا ليست كما يصفها الآخر البعض لأنها بكالوريا الكورونا أو أنها بكالوريا يعني ناقصة ما في ربع. لا، هي بكالوريا فيها كل الشروط العلمية والمعرفية، وإن شاء الله يعني نتمنى التوفيق لأبنائنا ونتمنى التوفيق كل العائلات التونسية. والشكر الجزيل والموصول لكل الأسرة التربوية اللي بالفعل يعني ما قدمته يعني في الفترة الأخيرة من أجل إنهاء هذه السنة الدراسية بشكل جيد وأداء الامتحانات بشكل جيد، يعني جهد لا يمكن تقديره بثمن. صحيح. نشكرك برشا سي الأسعد اليعقوبي كاتب عام جامعة التعليم الثانوي على قبول التدخل معنا وتوضيح في علاقة بالتصريح هذا أنه عبر على رفضه على إمكانية أنه تكون العودة المدرسية نهار 1 سبتمبر. احنا حاولنا زيدا نتصلوا بوزارة التعليم وحاولنا نتناقش معهم في الموضوع هذا، إلا أنهم مازالوا ما طرحوش الموضوع هذا، مازالوا ما حبوش يبدأوا يتناقشوا فيه من توا. أما حتى تصريح الأسعد يعقوبي كاتب عام جامعة التعليم الثانوي قال اليوم مش وقت نكملوا الباك ومن بعد نبداو نتناقشوا في الموضوع هذا في علاقه بالباك. ان شاء الله بالتوفيق للشباب الكل وتوفيق زاده للصغيرات اللي قاعدين يعديوا البريود هذايا في الكونكور نتاع سيزيام، ان شاء الله بنجاح والتوفيق لهم في تونس كامله.